اجتمع الصحابة رضي الله عنهم في غزوة من الغزوات ولم يكن معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس خالد بن الوليد وبلال وأبو ذر، وكان أبو ذر فيه حدة ويندفع بسرعة، فتكلم أبو ذر بكلمة اقتراح فقال: يا خالد، أنا اقترح في الجيش أن يفعل كذا وكذا. لا لا، لقد أخطأت يا أبا ذر. اسمع اسمع يا بلال، فما رأيك يا خالد؟ كلامك يحتمل. لقد قلت لك لقد أخطأت يا أبا ذر. اسكت اسكت يا بلال، اسكت يا ابن السوداء، لا تخطئني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أتعيرني بأمي؟ والله لأشكونك إلى رسول الله، والله لأرفعنك إلى رسول الله. اجلس يا بلال اجلس. لماذا قلت له ذلك يا أبا ذر؟ الويل لك من رسول الله. فمضى بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا، فدخل عليه وقال: السلام عليك يا رسول الله. يا رسول الله، أما سمعت أبا ذر ما يقول في؟ لقد عيرني بأمي وقال لي: يا ابن السوداء. فتغيظ عليه الصلاة والسلام ودعا أبا ذر، فسمع أبو ذر بالخبر فاندفع مسرعا إلى المسجد فسلم على رسول الله قائلا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. فغضب عليه الصلاة والسلام حتى قيل: ما ندري هل رد أم لا. وقال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فكانت صاعقة نزلت على أبي ذر، فبكى أبو ذر ثم جلس وقال: يا رسول الله، استغفر لي، سل الله لي المغفرة، سل الله لي المغفرة. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج أبو ذر من المسجد باكيا: يا ليت رسول الله ضربني بسيفه ولم يقل لي هذا الكلام، والله لأبحثن عن بلال حتى أجده. أين أنت يا بلال؟ أين أنت؟ بلال، ها أنت يا بلال، سامحني يا بلال، سامحني يا بلال. أسألك بالله أن تسامحني يا بلال، سامحني يا بلال. والله يا بلال، لا ضعنا خدي على الأرض وأن أرفعه حتى تطاه بقدمك، وأنت الكريم وأنا المهان. لا لا، قم يا أبا ذر، يا أبا ذر، هذا الخد لا يصلح للقدم بل يصلح للقبلة. هذا الخد أكرم عند الله من أن يوضع عليه القدم. أما أنا لهذه العين أن تدمع، أما أنا لهذه الأذن أن تسمع، أما أنا لهذه النفس أن تشبع، أما